أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم في مادة الدراسات الاجتماعية، وإن شاء الله النهاردة هناخد أول درس في دروس التاريخ بعنوان دخول العثمانيين مصر. معاكم مستر مينا، وركزوا معايا علشان هنعرف نقط مهمة في درس النهاردة. لازم نكون عارفين قوي في درس النهاردة، هنتعرف في درس دخول العثمانيين مصر على دولة المماليك، وهنعرف دولة المماليك دي كانت موجودة في مصر قبل ما يدخل العثمانيين مصر، كانت موجودة في مصر، هنعرف اتكونت ازاي، وهنعرف ازاي كانت بدأت دولة قوية وفي الاخر انتهت واصبحت دولة ضعيفة، ده ساعد على دخول العثمانيين مصر. وهنتعرف على مين هم العثمانيين، وهنعرف هم جم منين وعملوا امبراطورية كبيرة ازاي. هنعرف كمان معركة مرج ضابق سنة 1516 اللي كانت ما بين العثمانيين والمماليك، وانتصر فيها العثمانيين وكان موقعها مرج ضابق في الشام. ونعرف كمان معركة الريدانية اللي كانت بعدها بسنة سنة 1517 برضو كانت بين العثمانيين والمماليك، وانتصر فيها العثمانيين، ودي كان موقعها صحراء العباسية بمصر. طيب يلا بينا نبدأ درس النهاردة، هنتعرف على نقط كتير من العثمانيين والمماليك والصراع ما بينهم لدخول العثمانيين مصر. تمام؟ طيب الأول يا حبايبي هنتكلم عن المماليك. مماليك أو دولة المماليك زي ما انتوا شايفين قدامكم هي الدولة التي كانت بتحكم مصر قبل ما يدخلها العثمانيين. دولة المماليك يا حبايبي كانت زي ما انتوا شايفين في الخريطة كده واخدة كل المساحة اللي لونها بامبي دي، امتدت في مصر وبلاد الشام واليمن واطراف من شبه الجزيرة العربية. تمام؟ يعني امتدت في اربع اماكن، مصر والشام واليمن وشبه الجزيرة العربية. طب مين هم المماليك؟ هم غلمان تم جلبهم بواسطة التجار واشتراهم السلاطين والامراء، والحقوهم بمدارس خاصة، دخلوهم مدارس خاصة لغاية لما تولوا الحكم بعد سقوط الدولة الأيوبية، وبقت دولة قوية ودولة غنية. طب السؤال هنا، ليه كانت دولة المماليك دولة غنية في مصر؟ ليه؟ لأنها كانت بتسيطر على طريق التجارة بين أوروبا والشرق. تمام؟ طيب تعال نعرف إيه اللي حصل لدولة المماليك وخلاها دولة ضعيفة. راحت سوء الأوضاع الاقتصادية في دولة المماليك، سوء بما تفسر ليه؟ هنعرف بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، وده كان سنة 1498 في القرن الخامس عشر. ايه طريق رأس الرجاء الصالح؟ شايفين خريطة افريقيا؟ البرتغاليين دول اكتشفوا طريق ان هم يلفوا حوالين قارة افريقيا من تحت علشان يروحوا للشرق، وبالتالي مش هيعدوا على مصر، والضرائب اللي كانت بيدفعوها في مصر مش هيدفعوها. اتنين، سوء الاوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية، بما تفسر ليه؟ بسبب الفتن والاضطرابات بين المماليك المتصارعة على الحكم، كان عايزين يحكموا بينهم وبين بعض. طيب شجعت العثمانيين للاستيلاء على مصر لما لقيت ان دولة المماليك دلوقتي ضعيفة. طب مين هم العثمانيين؟ العثمانيين بقى يا حبايبي هما دي دولة نشأت الدولة العثمانية في اواخر القرن الثالث عشر الميلادي. مين هما بقى العثمانيين؟ هم قبائل من اسيا الوسطى عرفوا بالعثمانيين نسبة الى مؤسسهم او مؤسس دولتهم، هو اسمه عثمان ابن ارطغرل. تمام؟ طيب في شخصية تانية في العثمانيين مهمة جدا اسمها محمد الثاني. ليه الشخصية دي مهمة؟ ليه؟ لانه فتح مدينة القسطنطينية، ده سنة 1453. طب ايه هي مدينة القسطنطينية؟ عاصمة الدولة البيزنطية. علشان كده محمد الثاني احنا بنلقبه او بنديله لقب محمد الفاتح. عشان كده ممكن يسألني سؤال، بما تفسر سمية محمد الثاني بمحمد الفاتح؟ لانه استطاع فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، واتخذها الاتراك عاصمة ليهم بعد كده. طيب ومع بداية القرن السادس عشر الميلادي جه قائد اسمه سليم الاول عثماني، وقال انا عايز اتجه نحو الشرق، نحو الشرق العربي. اول دولة هيقابلها هي دولة المماليك، يعني هيحارب المماليك عشان يقدر ايه يمد حدوده ناحية الشرق. وعشان كده عمل اول معركة مع المماليك في اسمها معركة مرج ضابق 1516، بعدها معركة تانية في مصر اسمها 1517 الريدانية، ودي تاني معركة ينتصر فيها سليم الاول ضد طمانباي.
وبكده أصبحت مصر ولاية عثمانية. تمام. طب ممكن نقول ما النتائج مترتبة على معركة مرج دابق؟ واحد، هزيمة القوات المملوكية، أصبحت الشام تابعة للدولة العثمانية. طيب إيه النتائج مترتبة على معركة الريدانية اللي معركة تانية هزيمة القوات المملوكية برضو؟ اتنين، دخول العثمانيين القاهرة. وبكده انتهت دولة المماليك. أربعة، أصبحت مصر ولاية عثمانية، وبكده دخل العثمانيين مصر. طيب ممكن يسألنا سؤال، بما تفسر ليه اتهزم المماليك أمام العثمانيين؟ اتهزموا مرتين ليه؟ الإجابة بسبب عدم الاستقرار الداخلي وخيانة بعض أمراء المماليك. اتنين، التدهور الاقتصادي اللي هو ان بدأ الدولة تبقى ضعيفة. التلاتة، النظم الحربية التقليدية القديمة اللي استخدمها المماليك ضد العثمانيين وبالتالي اتهزموا. وبكده حبايبي عرفنا دولة العثمانية. تعالوا ناخد أسئلة على الدرس. السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة. أصبحت مصر ولاية نقط عام، ها ولاية إيه؟ حد يفكر. برافو سامح، حد بيقول لي يا مستر ولاية عثمانية. برافو. سنة كام في المعركة التانية؟ سنة 1500، ها 1517. ممتاز، بعد معركة الريدانية سنة 1517. جميل جدا. تمام. اتنين، هزمت القوات المملوكية أمام الدولة العثمانية في موقعتي، ها واحد مرج ضابق. برافو عليك. اتنين، مين يقولها؟ المعركة التانية كانت اسمها ايه؟ برافو، الريدانية. ممتازين، حلو قوي قوي. يلا ناخد سؤال كمان. تمام. السؤال الثالث، تدهورت الحالة الاقتصادية في مصر بعد اكتشاف طريق. طريق ايه؟ طريق ايه؟ انا بتكلم على الطريق اللي تم اكتشافه في عهد دولة المماليك اللي ادى لضعفها. فاكرين طريق ايه؟ برافو، طريق رأس الرجاء. ها رأس الرجاء الصالح. طيب مين اكتشفه؟ البرتغاليين. السؤال الرابع، قام محمد الفاتح عام 1453، محمد الفاتح، بفتح مدينة ايه؟ فكر، ها مين يجاوب؟ برافو، فتح مدينة القسطنطينية. جميل، اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية. سؤال رقم خمسة، نشأت الدولة نقط أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. فاكرين إيه؟ الدولة اللي نشأت، المملوكية ولا العثمانية؟ برافو برافو، الدولة العثمانية. السؤال اللي بعده، كانت معركة نقط هي الحد الفاصل لنهاية دولة المماليك. يعني إيه؟ يعني إيه المعركة اللي بيها انتهت دولة المماليك؟ ها معركة إيه؟ الريدانية. ممتازين. طيب آخر سؤال، تنسب الدولة العثمانية إلى مؤسسها الأمير عثمان، ها حد فاكر؟ عثمان بن أرطغرل. ممتازين. وبكده أخذنا أسئلة أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تعال ناخد سؤال تاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. هزم السلطان المملوكي طومان باي في موقعة نقط، هنختار ايه؟ الريدانية ولا مرج ضابق جدريان ولا ديو البحرية؟ اكيد اتهزم فيها طومان باي، هي معركة الريدانية. ممتازين. تمام، لان معركة مرج ضابق دي كانت المعركة الاولى، بعدها المعركة التانية هي معركة الريدانية اللي كانت سنة 1517، لأن مرج ضابق كان سنة 1516 قبلها بسنة. مرج ضابق كانت في الشام، أما الريدانية اللي اتهزم فيها السلطان المملوكي طومان باي، الريدانية كانت فين؟ في صحراء العباسية في مصر. تمام؟ طيب برافو عليكم. ناخد سؤال تاني، تولى المماليك حكم مصر بعد، برافو، بعد انهيار الدولة الأيوبية. شاطرين، ايه السرعة دي؟ ممتازين. بعد الدولة الأيوبية كان يتم جلبهم بواسطة تجار ويشترونهم السلاطين، من هم؟
ها من غير اختيارات هنختار المماليك. صح، برافو. بعد كده بدأوا يكونوا دولة اسمها دولة المماليك. حلو جدا. طيب ناخد سؤال تاني. أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد موقعة نقط عام 1517، لسه أخدينها من شوية. ها فاكرين هنختار ايه؟ برج دابق ولا ابي قير ولا شبرخيت ولا ريد؟ برافو، نختار الريدانية. ناخد سؤال تاني. اكتب المفهوم المناسب للعبارات الآتية: طريق بحري يدور حول قارة افريقيا من جهتي الغرب والجنوب. طريق بحري يدور، برافو، طريق رأس الرجاء الصالح اللي بيلف حول قارة افريقيا. اللي بعده: غلمان تم جلبهم بواسطة تجار اشتروهم السلاطين والأمراء وألحقوهم بمدارس خاصة. طبعا احنا خدنا السؤال ده، المماليك. ممتازين. تولوا حكم مصر بعد انهيار الدولة الأيوبية، طبعا برضو هم المماليك. السؤال اللي بعده: تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. ايه اللي بتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط؟ قناة السويس، دي موجودة دلوقتي. قبائل من آسيا الوسطى وقد عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم، هو مين القبائل دي؟ جاء من اسمها، جاء من السؤال. ها العثمانيون، برافو. لقب أو لقب أطلق على السلطان العثماني محمد الثاني، فاكرين محمد الثاني كان خد لقب، لقب إيه؟ برافو، الفاتح. تمام، ناخد سؤال كمان. عاصمة الدولة البيزنطية فتحها السلطان محمد الثاني سنة 1453 ميلاديا، فاكرين اسمها إيه؟ القسطنطينية. جميل جدا جدا. تمام، السؤال اللي بعده: اكتشف طريق رأس أو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1498، مين هم اللي اكتشفوا الطريق؟ البرتغاليون. ممتاز. تمام، آخر سؤال: معركة بين العثمانيين والمماليك سقطت بعدها بلاد الشام، مش مصر، سقطت بعدها بلاد الشام. برافو، سامع حد بيقول مرج ضابق؟ صح، الإجابة صح، سقط بلاد الشام مرج ضابق. الريدانية هتبقى ايه؟ سقط الدولة المماليك كلها. حلو جدا. طيب هاخد اسئلة صح وغلط، بس انا مش هحلها وهنعتبرها واجب مع التصويب. واحد: سيطر المماليك على طرق التجارة بين اوروبا والغرب. مش هقول الاجابة، ولو هي غلط هنصلحها. السؤال التاني: ساءت العلاقة بين العثمانيين والمماليك من البداية. ناخد سؤال كمان: ضعفت القوة العسكرية للمماليك لاعتمادهم على الفرسان. الفرسان على فكرة ده سلاح قديم. أربعة: استطاع قتل السليم السلطان سليم الأول في مرج ضابق. اتقتل سليم الأول في مرج ضابق. ستة: اتخذت الدولة العثمانية القسطنطينية عاصمة لها بعد فتحها. نكتب الأسئلة دي. في موقعة الريدانية هزم السلطان المملوكي طومان باي. تمانية: اتجه سليم الأول في مع بداية القرن السادس عشر الميلادي في غزواته نحو المشرق العربي. تسعة: كانت مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. عشرة: اتجه سليم الأول في غزواته نحو المغرب العربي. 11: انتصر السلطان سليم الأول العثماني على المماليك في موقعة مرج ضابق. ناخد أسئلة بمتفسر نحلها مع بعض. ازدهار الدولة المملوكية، ازدهار أو سؤال تاني: ازدهار دولة المماليك في مصر والشام وتمتعها بالثراء الاقتصادي. ليه كانت دولة المماليك دولة غنية؟ الإجابة: بسبب موقعها الجغرافي المسيطر على طريق التجارة بين أوروبا والشرق. تمام، هزيمة، ناخد سؤال تاني. هزيمة القوات المملوكية أمام القوات العثمانية، أو ممكن نغير السؤال: هزيمة القوات المملوكية في معركة مرج ضابق والريدانية، ليه اتهزموا مرتين؟ عدم الاستقرار الداخلي. الإجابة: اتنين، خيانة بعض الأمراء المماليك والتدهور الاقتصادي والنظم الحربية التقليدية. السؤال التالت: ضعف وانهيار الدولة المملوكية، الإجابة: بسبب الأزمات المالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بعد اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1498، وكمان سوء الأوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية بسبب الفتن والاضطرابات بين فرق المماليك. سؤال ثالث: يلقب سلطان محمد الثاني بالفاتح، ليه؟ لأنه فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية اللي هي اسطنبول حاليا.
تمام. طيب ناخد اسئله من نتائج مترتبه على اكتشاف البرتغاليين طريق راس الرجاء الصالح او الاكتشافات الجغرافيه في اواخر القرن الخامس عشر. طب ده ادى الى ايه؟ ادى الى ضعف وانهيار دوله المماليك وتدهورت الاوضاع الاقتصاديه وتاثرها. طيب ما نتائج مترتبه على معركه مرج ضابق؟ اتهزم المماليك وقتل قائد في المماليك اسمه قنصو الغوري، وسيطر العثمانيين على بلاد الشام وانفتح الطريق امام العثمانيين لضم مصر. معركة الريدانية ما النتائج مترتبة عليها؟ هزيمة المماليك وانتهاء دولتهم. دخول العثمانيين القاهرة، أصبحت مصر ولاية عثمانية. ماذا يحدث إذا لم يتم اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح؟ لم تتدهور الأوضاع الاقتصادية لدولة المماليك وظلت في قوة وازدهار. يعني لو ما تمش اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح هتبقى دولة المماليك دولة قوية. شكرا لكم، وهناخد مع بعض حل تدريبات كتاب المدرسة. استمتعت جدا بالدرس معاكم، مع السلامة.